المفاجأة اللي هقولها برضو للمشاهدين حضرتك يعني عشان خاطر دي يمكن تزعل الناس شوية. موضوع الليفة وحش طبعا، كلها بكتيريا. الليفة دي حاجة غلط جدا، فنتعود ان احنا نستحمى بالصابونة فقط. طب ايه افضل انواع الصابون؟ صابون الجليسرين. تمام، ده أأمن حاجة ممكن نستعملها. عندي حساسية ما عنديش حساسية، صابون الجليسرين ده صابونة ممتازة للجلد. استحمى بيها ما احناش محتاجين ليفة، ونستحمى كل يوم. طب احكي لنا برضو اكتر عن الليفه شويه مالها بقى. بص حضرتك، في دراسات علميه اتعملت كتير. اللي بيحصل ايه؟ الليف ده، اللوفه دي نبات، تمام؟ ودي الياف بتاعته. فانا لما بستحمى بيها بعد ما بخلص بعلقها في الحمام مبلوله، صح؟ ما انا مش هنشفها بالسشوار اكيد، هي مبلوله صح. لقينا ان في انواع من الكائنات الدقيقه الممرضه بتعيش على الالياف دي وتتغذى عليها في وجود الميه. فانا النهارده استحميت وهي بتاعتي، محدش بيستعملها غيري. تاني يوم هستعملها، وتالت يوم، فبرجع هذه الكائنات الممرضه لجلدي. يا نهار ابيض، فانا باذي جلد. اتنين، احنا الشعب الوحيد في العالم في 365 دوله اللي بيستخدم الليفه. طب هم كلهم مش نضاف؟ احنا بس نضاف اكيد بقى. طب بس هي الشطاف. الشطاف مش موجود لا في اوروبا ولا في اي حته. خلاص لا بس يستعملوه. ايه احنا يا خلاص قربنا يعني بس ده نخلص البشريه يعني. احنا لا طبعا، هم كل القرون اللي قبل كده ما كانوش بيستخدموا شطاف. انا معاكي في دي يعني، حاجه صراحه مقرفه يعني جدا. انما ده غير الليفه، الليفه دي ما فيهاش هزار. تمام، ما بيستخدموش ليفه. دي حاجه فيها ميكروب ممرض. طيب الليفه بقى اللي هي بتبقى في ليفه، ما بيبقاش اللي هو زرعه الليف نفسه، ما فيش مشكله، بيبقى لونه حتى الوان عادي. بيبقى ليف، ما عنديش مشكله عادي. انا بتكلم على الليف الطبيعي. تمام، ملوش لازمه عشان الحكايه دي.